تتسابق محطات تلفزيونية ومنصات للبث التدفقي من بينها نتفليكس على شراء حقوق عرض مسلسل خادم الشعب الذي أدى بطولته الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الممثل السابق الذي أصبح بطل بلده المحتل. All around the world people have asked for the rights because they want to broadcast it. So we've really it's been very very busy. Because in a way it's an act of solidarity with Ukraine at the same time, you know, and of curiosity also. That you want to see the series, so everybody's very, very curious about it. تم توقيع حوالي 15 اتفاقا ولا تزال شركة إيكورايتس المتخصصة في تراخيص الحقوق الفكرية في طور التفاوض على حوالي 20 اتفاقا آخر وتجري محادثات مع أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة ومع نتفليكس ووجهات كثيرة. It's about the ordinary person who unwillingly and unknowingly gets elected as a president. A grassroots movement starts to make to elect him as president. He doesn't even know it. So they knock on his door in the one morning and say, "Good morning, Mr. President." That's kind of one of the opening scenes. وتعود معرفة الوكيل السويدي بزيلنسكي إلى عام 2012 بعدما لفته الممثل الأوكراني آنذاك إثر لقاء بينهما لتوزيع برنامج كوميدي من بطولة زيلنسكي بعنوان كراك ذا ماب. وتقوم لعبته على كسب المال من خلال إضحاك لجنة من الكوميديين، وقد بيعت نسخ من هذا العمل في فيتنام والصين وفنلندا. وتتحفظ إيكورايتس عن الإفصاح عن قيمة الصفقات لبيع حقوق المسلسل، ولكن تقدر قيمة عقود البث الجديدة التي تم الحصول عليها وتلك المستقبلية بحدود مليون يورو.